مسدس الباساج اللي فيه إقامة النجاح. داكور. حسن محمود كيف الحال؟ استاذ محمود هلا يا رشيد. مرحبا. بخير. بخير. لاباس. لاباس. شو بخير شو لاباس. مرحبا على بيبس. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل. انت اهلا وسهلا. مرحبا. تفضل عم رشيد. مرحبا. اهلا مرحبا على بيك. شو اخبارك؟ الله يبارك فيك. كيف امورك؟ اشتالك؟ كل شيء مزيان. الله يحفظك. سي محمود، انت عندك قصه مع المغرب. كيفاش ازيد من 34 سنه وانت مقيم، كيفاش جات فكره الانتقال للمغرب؟ هي الحياه صدف. كان في عندي صديق ناشر لبناني، كان اجى على المغرب في اغسطس على ما اتذكر او سبتمبر 1980 لتسويق كتبه والعناوين التي يصدرها، وكان صديقي جدا. هو كان يخدم في دار الطليعة، ثم معروف في المغرب اسمه فرحان صالح. لما رجع من المغرب جلست معه فتكلم كلام ايجابي كثير عن المغرب، وكان معجب بالحركة الثقافية السياسية تطور البلد. دخل نفس الاسبوع انا كنت صحفي في وكالة القدس بريس، فدخلت عند مدير الوكالة المرحوم محنا مقبل، كنت عنده واحد السيد سلمت عليه، سلم عليه فقدم لي، كان ملحق الثقافي المغربي ببيروت. فقلت له انا عن فرحان صالح، بيعرفه هو. فسال مدير الوكاله اللي هو حنا مقبل، ليش ما ترسل مراسل الى المغرب، الى يعني يكون مراسل الوكاله، والوكاله يعني ممكن تكون مفيده خاصه شرق المغرب. فقال له من يذهب الى المغرب؟ قلت له انا. قال لي اذهب. وجيت وحدي الفترة الأولى، بعدين شفت أن الجو مناسب أن أبقى. فجت المدام، كان عندي بنت فقط اسمها رشا هي الكبيرة، واستقرنا واستمرنا. كيفاش كان ظروف العمل بالنسبة للفلسطيني؟ أولا فلسطيني لاجئ في لبنان، أنت حسب معلوماتي كنت في مخيم الراشدية. نعم. واشتغلت رجل تعليم في صيدلة. سنة واحدة. نعم. سنة واحدة. نعم. كيفاش كانت ظروف العمل بالنسبة للصحفي مغترب في الرباط؟ الأجواء بتخليك يعني تخلي صدمة الغربة تذوب، تمتصها فورا. لا تشعر بالغربة، تشعر بالألفة، تشعر بالمحبة، وتشعر بنوع من الرغبة بتقديم كل ما يستطيع أن يقدمه الإنسان. وأذكر كنت أبحث عن سكن، وكان معي السمسار بتاع السكن، فلقى واحد كذا كلمه في الرايح فيني، فقال له معي الأخ كذا، قال له الأخ مش مغربي، قال له لا فلسطيني. قبلني وبسكت فيه. طبعا يعني يفهم من هذا يعني مدى المحبة والتقدير، مدى الارتباط بالقضية. وأنا يعني أعتقد يعني طوال 34 سنة يعني لم أشعر بغير ذلك. وعندما أقول لم أشعر بغير ذلك، لا أقصد هنا الشعب المغربي فقط، حتى على مستوى الإدارة، على مستوى المسؤولين، دائما في هذا التقدير وهذا المحبة. أهلا وسهلا. كيف حالك المدام؟ علينا وعليك. كل شيء بخير. صحتك لاباس. الأخ والصديق رشيد بلغيتي صحفي. الله يبارك فيك أستاذ بحرية، فرصة سعيدة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أنت كيف كانت قصتك؟ كان الانتقال سلس ولا كانت صعوبات في السفر؟ شوف، هو في الطريق كان صعوبات. يعني أقول لك كيف. يعني أنا جيت رحلة الأولى بيروت روما كازابلانكا، وكان عندي ليلة في روما، وعطم ترانزيت بدخل بنام يعني داخل المدينة، ثاني يوم بيجي. أنا عندي وثيقة سفر فلسطينية من لبنان، فمنع التقلع. شركة الطيران تكفلت في إقامتي داخل المطار. بقيت في المطار. بقيت في المطار. يعني أشوف الوثيقة، كانت إحنا عندنا هذه الوثائق. هذه الوثيقة اللبنانية، هذه وثيقتي اللي دخلت فيها المغرب.
شوف كيف كنا شباب ما زال. هذه تلت تسلم الجمهورية اللبنانية، هذه سوريا ومصر ولبنان والعراق بناء على اتفاقيات مع الأمم المتحدة في عام 48-49 يسلموا وثائق خاصة بالسفر للفلسطينيين اللاجئين رسميا في تلك الدول. نجيو للبرندا تفضل. هذه ثلاثة من الصفحة تفضل. لأن الشجرة يعرفني تعرفني كل أغاني المطر، لا تتركيني شاحبا كالقمر. طبعا احنا يعني عادة في المطارات نجي الصعوبات حتى واحنا من التأشيرات، لكن بالحقيقة في المغرب لم أجد أي صعوبة. فتح الباسبور شاف التأشيرة طبع الباسبور وخرجت. في دول أخرى لا، تنتظر ساعة ساعتين ثلاثة بحكم أنك فلسطيني لا شيء غير ذلك. في المغرب لا، كان دخول سلس. فبقت القصة. تفضلوا تفضلوا، بغيتوا تبقوا في الصايمين خليكم صايمين. تفضلوا تفضلوا. بارك الله فيك. شكرا. تفضل تفضل يا سي رشيد. بارك الله فيك. شكرا. تفضل حاجة. تفضل يا استاذه الكبيره. شحال فترة اليوم؟ تفضل يا مصطفى. بسم الله. فطور شاي. هذه أكلة مشرقية. هذا ورق العنب. هذا هون عندنا الفتوش. فتوش هو يعني مجموعة كل الخضرة اللي خاصة بالسلطة. وضاف لها خبز محمص وسماء وحامض طبعا زيت الزيتون. طبق بارد هذا في رمضان. وهون عندك الكبة، يعني في أنواع الكبة هاي. مسلوقة كبة بالرز بالبرغل يعني. هناك أصابع جبنة. نسميها سمبوسك بالدجاج. شنو كتسميوها؟ سمبوسك بالدجاج. سمبوسك بالدجاج. جميل. هذه شاورما طبعا. يعني اكل شام مختلط هذا. حبينا نعملكم شيء مغربي كمان. من الحلويات ما عندناش في البدايه عاده. حلويات بعد الاكل ولكن عملنا لكم البيض، عملنا لكم حيجي البغرير كمان. حبينا نزوج بين المغربي والفلسطيني. جميل. كما كاين زواج في الاتات ما بين الفلسطيني والمغربي كاين حتى في المائده. الله يعطيك الخير. مرحبا. سلام. مرحبا. أستاذ محمود، الشعب المغربي خرج في مسيرة التضامن مع غزة، مسيرة اللي كان فيها عشرات الآلاف. أنت كشاهد كيفاش تشوف التعامل ديال المغاربة سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي مع القضية الفلسطينية والتحولات اللي عايشتها في هذه المدة كاملة؟ يعني شوف، في السنوات الأولى كنت ألمس تعامل الشعب المغربي مع القضية الفلسطينية تعامل روحاني، وكان مربوط بمسألتين. المسألة الأولى مربوط في مسألة القدس وما تعنيه القدس بالنسبة للمغاربة، وبالأعراف الاجتماعية الدينية المغربية استكمال الحج، حج بيت الله بالحج للقدس. إضافة لهذا في مسألة ربط حتى الإنسانيا، يعني مجموع العائلات المغربية الفلسطينية اللي بقوا فلسطين بعد الحج يعني طوال القرون الماضية، خلت في هذا الربط الروحي. الجانب الآخر هو الجانب الإسلامي داخل المجتمع المغربي، والفلسطين الفلسطيني بالنسبة له قضية إسلامية. طبعا هو في المغرب العربي بشكل عام والمغرب تحديدا ما فيش مسيحي عربي. العربي مسلم والمسلم عربي، يعني هذه الذهنية. بالتالي القضية الفلسطينية كانت بالنسبة له هي من هذه الزاوية، هي قضيته هو لأنه مسلم وهذا أرض مسلمين وشعبها شعب مسلم، تنفرض يكون مع شعبه مع الشعب الفلسطيني. إضافة لهذا طبعا لا نستطيع أن ننكر مسألة وجود لجنة القدس ورئاسة يعني الملك المغربي لجنة القدس وربط الإعلام للمغرب والقدس من خلال هذه اللجنة. وهذا طبعا يعني بالنسبة للشعور والوجدان الموجود أصلا بتنمى. بعد ذلك يعني منذ يعني عقدين أو أقل بدأ هذه الروحانية بقت تأخذ شكل عقلاني. صرت أشعر مع
يعني تراجع القضية الفلسطينية في الاهتمام مش المغربي, الاهتمام العام يعني عربيا وفلسطين خاصة بعد اتفاقية أوسلو, بدأ التراجع في روحانية التعلق, لكن صار في عمق بالوعي بالتعلق. عشان هيك المغربي يعني بدأ يفهم أكثر بالقضية الفلسطينية, لكنه لم يعد متحمسا كما كان دون أن يتخلى عنها. اللي حصل البارح هو إعادة تحريك الوجدان المغربي وربط فلسطين روحانيا بالمغرب, لأنه الإنسان دائما في عنده روحانيته, وإن كان في بعض الأحيان العقلانيين بين قوسين والحدثيين بحاولوا يلغوا الروحانية, لكن الروحانية موجودة بحكم الدين بحكم العادات بحكم. وبالتالي اللي حصل خلال يعني الأيام الماضية مغربيا, يعني مش فقط الرباط, يعني حقيقة نشوف طنجة, نشوف مراكش, نشوف الخناترة, نشوف الدار البيضاء, هو إعادة تثوير أو تحريك أو استنهاض الوجدان المغربي تجاه القضية الفلسطينية. ما كتشوفش أستاذ محمود بأنه من 2011 إلى الآن وتحديدا إلى التطورات الأخيرة والعدوان الأخيرة إلى غزة, كان واحد نوع من تراجع ديال القضية الفلسطينية لحساب الأسئلة الداخلية, بمعنى المغاربة خرجوا في حركة 20 فبراير, ثورة الياسمين في تونس, الثورة على مستوى مصر خلت إلى حد ما شعوب المنطقة كيقولوا خلينا نطرحوا الأسئلة الآنية المرتبطة بإشكالاتنا الاقتصادية والسياسية, خلينا نصفيوا بيتنا الداخلي من أجل الديمقراطية من أجل العدالة الاجتماعية, وأنا ذاك نشوفوا قضايا أخرى. بمعنى وكأنهم كانوا يقولون أن قوة دفاعنا على القضايا خارج الحدود من القضية الفلسطينية قد تكون أقوى من خلال الإرساء توابت ديال الديمقراطية هنا, لأنه الملاحظ ده بسمح لي لطولت عليك, رأي عام موجود في الشارع ولكن الرأي العام لا يؤثر في السياسات الخارجية. الدفاع عن القضية الفلسطينية الأقوى أقوى يكون في بلد ديمقراطي, لأنه هون بكون دفاع إنسان مؤثر في قرار السياسي. وأيضا وفي نفس الوقت لا يمكن أنه أنا في سبيل القضية الداخلية أترك القضية الفلسطينية, يعني أنا ممكن أترك القضية الفلسطينية عشان القضية الداخلية, ولا أترك أيضا القضية الداخلية عشان القضية الفلسطينية, يعني قضيتين مترابطات مع بعضهم, لأنه فيش فصل أصلا بينهم, أنه قضايا التحرر مربوطة في قضايا الديمقراطية, ما فيش ديمقراطية بدون تحرر, ما فيش تحرر بدون ديمقراطية. يعني اللي كنا عايشينه مش بس في المغرب, يعني بكل الوطن العربي بالعقود الماضي, أنه لا صوت يعلو صوت فوق صوت المعركة ولا أولوية لفلسطين, طلعت لا فلسطين ولا طلعت يعني القضايا الداخلية. أستاذ محمود معروف, شكرا على الحديث الجميل والشيق, وشكرا لك والحاجة على الفطور الجميل وعلى استضافتنا في بيتكم باسمي وباسم الأصدقاء والصديقات زميلاتي وزملائي في أسبرس. كنشكركم على هذه الجلسة الفلسطينية الجميلة. أنتم في بيتكم, أنت أخ رشيد في بيت أخوك صديقك, أنت والزملاء في أسبرس, والبيت دائما بيتنا مفتوح لكم لأنه بيتكم. الشيء الثاني, أنا طبعا أحييك كصديق, وأحيي أيضا يعني موقع وزارة أسبرس للدور اللي تلعبه في تنوير الرأي العام وفي السعي لخلق صحافة جدية وجادة وصحافة متعلمة هنية بالدرجة الأولى. الله يبارك فيك, شكرا لك. شكرا.